دور الضابط كان مجهد لإياد، ايه الصعوبات اللي لقيتها اثناء التصوير؟ بصي، بتتكلمي عن فيلم حربي وبالتالي دايما في حاجه صعبه، انت بتتعامل مع حاجات خطيره فعليا، تفجيرات ومن كل الحاجات دي، لكن طبعا كان في عنصر الامان طول الوقت حاضر وموجود ومتركز عليه. دي من الحاجات الصعبه. العبري مثلا، مع انه ما كناش بنحب نكتر العبري، لكن برضو دي من الحاجات الصعبه. بقى مع احمد عز، شريف عرفه، كلكم فريق ناس كبار قوي يعني. بصي، يعني انا حتى اقفل بس اللي كنت بقولك عليه، طبعا بتسالين عن الصعوبات، فوانت بتقولي لي عن الصعوبات، فانا اكتشفت انه احنا اساسا مهنه صعبه. يعني هي اساسا مهنه صعبه، حتى لو بتمثل انك ماسك ايد واحده هي مهنه صعبه. فما بالك لما يكون فيلم حربي، الصعوبات بزياده اكتر. طبعا التعامل مع استاذ شريف عرفه في الاساس، يعني كنت مبسوط جدا بأول تعامل، وبسطت جدا، يعني بسطت جدا في الشغل وطريقه التحضير وازاي بيفكر وازاي بيركب. ثقه، سلم نفسك. فريق العمل كله، احمد عز، كان في بيننا مشاهد صعبه جدا، الحمد لله يعني استمتعنا جدا. وكنا طول الوقت لما اتقابل انا وعز بره بنفتكر الفتره دي اللي كنا صور فيها النوع دي من المشاهد. المجموعه كلها كانت لطيفه، اجواءنا كانت عارفه موضوع مرهق مجهد، لكن كنا حابين اللي بنعمله. في اولاد رزق، اسمعنا اللي انت في اولاد رزق كمان. انا عندي في العيد الصغير عندي الممر وعندي كازابلانكا. عامل لوكي كده وفي شعر طويل. كازابلانكا هو تركيبه، هو فيلم اكشن، ومع امير كرارة، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، مع بيتر ميمي كمخرج، بنوع فيلم نوع اكشن، اعتقد ان شاء الله هيبقى حاجه. وعلى العيد الكبير موجود في الفيل الازرق 2، وضيف في اولاد رزق 2 ان شاء الله. اقدر اقول انطلاقه سينمائيه قويه جدا ان شاء الله. خلينا نتقابل بعد السيزون ونشوف ايه اللي هيحصل معايا، هقعد في البيت يا اما هكمل. انت طبعا معانا ودايما بنتابع اعمالك. انت وجهت شكر لمحمد ممدوح وقلت من اكتر فنانين اللي عجبك، ده حقيقي؟ طبعا محمد ممدوح يعني مش محتاج شهادتي.